أيها السادة، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى لقائنا هذا اليومي، وأرجو أن تكونوا قد وجدتم المتعة والفائدة في هذا البرنامج الذي هدفنا من وراء تقديمه في هذه الليالي الطيبة إلى أن نسعد أكبر قدر ممكن من السادة المشاهدين، نسعدهم بما نقدمه في هذا البرنامج من صور للعلماء والأدباء والشعراء والقادة الذين كان لهم دور كبير في تاريخنا الإسلامي. أود أن أشير في بداية هذه الحلقة إلى أن السؤال عادة يطرح في نهاية كل حلقة، والذي أرجوه من السادة الذين يتابعون هذه الحلقات هو أن يركزوا على القصة، فتركيزهم على القصة هو الذي يجعلهم يعرفون وبصورة سريعة بطل القصة الذي نسأل عنه عادة في نهاية الحلقة. سوف يكون موضوع حلقة هذه الليلة عن الرائد الأول لكل من أراد رحلة أو مغامرة أو كشفا جديدا وراء المجهول، عند كل يابسة وماء يكتنفها الظلام وتغشاها الأسرار. كان صاحبنا الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة من البرنامج المثال لماركو بولو الرحالة الإيطالي المشهور، وكان الحوافز الكبرى التي ولدت الطاقة القوية الدافقة وراء رحلات ماجلان، وهو لم يكن رحالة فحسب ولكنه كان عالما فقيها. ولد في 14 من رجب عام 703، وبدأ أسفاره وهو في 22، ويتميز عن غيره من علماء الكشف بدقة وضعه للأماكن التي ينزل أو يمر فيها، ولقد نزل ومر في أماكن كثيرة، فبالإضافة إلى البلدان العربية والإسلامية وصل إلى الهند والصين، وصل مالي وبلاد آكلة لحوم البشر، ووصل الأصقاع الشمالية التي لا تذوب الثلوج عن جبالها. هذا هو رجلنا الذي مر بمغامرات وأخطار كثيرة حدثنا عنها، وهذه هي إحدى مغامراته. ما بالك يا كافور؟ قلبي غير مطمئن. لماذا؟ نحن في أرض كفار الهنود، ورغم ذلك لا يبدو حولنا ما يقلق. الهدوء تام، هدوء مخيف. أتحب الضجيج؟ أنا لا أحب مثل هذا الهدوء، حتى الطيور خرست. إن كنت غير مطمئن إلى المكان فلما نزلنا فيه؟ لأننا تعبنا، وسنتعب كثيرا حتى نصل الصين، وسنجد أنفسنا مرغمين على النزول في أمكنة تعج بالكفار، فهل نستمر على خوفنا؟ هذا المكان يقع في طريق المغيرين إلى قرية الجلال المسلمة، لذلك أنا غير مطمئن. وهل يغيرون كثيرا على القرى الهندية المسلمة؟ يغيرون كلما حانت لهم فرصة. كفور، إن كنت قادرا على متابعة السير فهيا بنا. هذا أفضل. هيا. ماذا نفعل به؟ لماذا لم تقتلوه؟ إنه ليس من الهنود، فأحببنا أن نأخذ رأيك. أين هو الآن؟ في الباب. أدخلوه.
من أنت؟ مسافر جوال أوقع بي رجالك ولا أدري لماذا. بل أنت من أعوان السلطان بشير، وكنت تحمل منه هدية إلى ملك الصين. لست من أعوانه، إنما جئت بلاده فولاني القضاء وأكرمني وقربني. مسلم؟ الحمد لله. خذوه. ماذا نفعل به؟ اقتلوه. الآن؟ في الغد. حكم صائب. كلما نقص المستشارون عند السلطان بشير كلما ضعف، وضعفه قوة لنا. لهذا حكمت بموته. ثم إنه من الشرق وعنده خبرة كبيرة في فنون الحكم وأصول الإدارة، وقتله سيكون خسارة كبيرة للسلطان بشير. إنه محموم. نعرف، كل ليلة تأتيه الحمى. عالجوه. وما شأنه؟ ليعالج نفسه. ربما كان لا يعرف. ستنهشه إذا الحمى حتى تذهب عنه. الحمى ضيف ثقيل الظل لا يذهب إلا طردة. هل أنت مشفقا عليه؟ إنه يشكو ويتألم وهو من عباد الله. كان بودي لو أرى شفقتك في الغد. لماذا؟ هو مكلف بقطع رأسك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت من المشرق؟ أجل، قيل لنا بأنك زرت بلادا كثيرة. حياتي كلها قضيتها في الأسفار، مذ كنت في 22. أنت محظوظ. لا تحسدني، بإمكاننا أن نتبادل الأمكنة إن أردت. اخلع كم قميصك. لماذا؟ افعل ما أقول. ألا ترى أني مقيد اليدين؟ هيا اذهب الآن. إلى أين؟ أنت حر طليق، ألا تعرف الطريق؟ أعرفه، ولكن ماذا بشأنك أنت؟ سأقول بأنك هربت، وهذا كم قميصك شاهد على هربك في القوة، وهذا شاهد آخر. هيا أسرع، الطريق أمان. هيا أسرع. هذه القصة التي شاهدناها الآن هي مثل واقعي لما كان يشعر به المسلم المتنقل في الأقطار الإسلامية. كان يعتبر نفسه مواطنا مسلما في رقعة أوسع من الحدود السياسية التي ترسمها الدولة لنفسها، وكان يشعر بحرية التنقل ويرى المسلمين إخوة مواطنين، وهو في أي بلد إسلامي يلتزم بما يلتزم به أهله، يسالم من يسالمون ويحارب في صفوفهم ويعلم ويحدث ويتولى القضاء ويتزوج دون أن يتقيد بحدود سياسية لدولة إسلامية ما. إنه مثل واقعي لما كان يشعر به المسلم في أي قطر إسلامي يحل فيه. فمن هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ أعتقد أنكم قد تعرفتم عليه من خلال القصة التي قدمناها، فهو علم من الأعلام، لا أعتقد أنه يخفى عليكم. على أي حال، فإن الجوائز الضخمة التي
أحضرت وخصصت لهذا البرنامج هي في انتظاركم، وهي الآن على مقربة منكم، فابعثوا إلينا في نهاية الشهر بجميع الأجوبة، وأتمنى لكم حظا سعيدا وإلى اللقاء.